مساء الخير ومساء العزة والنصر لمصر، مساء يوم الكرامة يوم 6 أكتوبر، مساء الخير على الرجالة اللي صانت الأرض والعرض. النهاردة معانا نموذج جميل اتحدى نفسه وانتصر على نفسه بحاجة في قناعة كده على جواه، كان عايز يبقى حاجة أو يغير حاجة غيرها. هو ده النصر، هو ده الإرادة. فنانة جميلة معاها جواز سفر مصري 100%، تفتح الورق كده تلاقي مثلا منال الجميلة الجدعة بنت البلد الفنانة، بس بين قوسين فنانة محترمة أو فن محترم. ده مش غريب على واحدة اتربت على ايد عبد المنعم مدبولي والناس الكبيرة خالص، فاتن حمامة والكوادر والرواد والعمالقة الفن المصري. اختفت شوية ومشت بس رجعت تاني، بس هي من النوع بقى اللي نقدر نقول عليها ايه؟ يعني غابت ورجعت، ورجوعها بينسينا غيابة. هي الجميلة منال عبد اللطيف. من الآخر الأم فرح وأم نور، ربنا يجعل لهم يا رب إن شاء الله حظ من أسمائهم. شرفتينا. ايه الدباجه الحلوه دي؟ ربنا يخلي حضرتك يا استاذ. هنستقبلك كده من قلوبنا، لان يا رب يخلي. اقل حاجه كده ممكن نوصف الجمال والرقي والشياكه. تسلم اخت كل الناس بجد والله. ربنا يخلي. وربنا يحملك اولادك يا رب ان شاء الله، وزي ما انا قلت يجعل لهم يا رب نصيب كده من اسمهم يا رب. انا وحضرتك يا رب وكل اللي بيسمعونا، انا مبسوطه ان انا مع حضرتك النهارده، ومبسوطه ان انا في يوم مميز 6 اكتوبر له علامه في قلب كل مصري. ده شيء طبعا يشرفنا كلنا ويخلينا كده ماشيين رافعين راسنا ومفتخرين ان احنا فعلا مصريين. فانا سعيده ان انا شفت حضرتك. ربنا يخليك. احنا عايشين في كفاح وعرق الناس دي ودم الناس ده، النساء اللي طاهره لحد الان بنتدلع وبنعيش وبنطلع على الهوا والناس شغاله. تقول انا مصري عشان كده. طبعا ده المختصر المفيد. طيب انا عايز اعمل حاجه بقى ايه مش تقليديه، لما يكون دايما معايا ضيف في كل مجال بنتكلم معاه ونبدا بقى النشأة والظروف والبدايات. لكن النهارده معايا فنانه، معايا اخت واستاذه وفنانه وزميله. تحب نبدا بيه؟ انا سامعك بقى مستمتع. والله كلهم يعني بحبهم. شوف حضرتك، انا كل اللي حضرتك قلته ده انا بحبه، لان كل واحد فيهم الحمد لله اتقنته وبحبه. ما بعملش حاجه غير لما اكون بحبها وحاسه ان انا اقدر اعملها. فهم كلهم بحبهم. فنانه، انا فنانه من وانا صغيره. استاذه، انا ماجستير قانون دولي. أيوه. متخرجه من جامعه عين شمس وعامله ماجستير في القانون الدولي. ام، فانا ام الفرح ونور، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. واخت، طبعا انا اخت لحضرتك ولكل مشاهد كريم بيشوفنا. بحكم اعمالي اللي شافوها، بحكم شافوا منال بشكل معين او بطريقه معينه، فاعلاميه دلوقتي وزملاء. دي الحاجه الجديده اللي انا رجعت بيها بعد ما ارتديت الحجاب. قررت ان انا ارجع بشكل جديد. هي مش مهنه جديده، لانه طبعا الكاميرا والاضاءه والحاجات دي كلها مش جديده عليا. نفس الميديا يعني. فانت لا بس خلي بالك بقى، لا انت عارف الهوا ده حاجه صعب قوي يعني بصراحه. ما كنتش متخيله انه انا رحت برامج كتير هوا. عشان تعذرينا بس يعني. والله عذرتكم حقيقه، عذرتكم. لكن عشان ابقى انا المذيعه وابقى متحمله الضيف اللي ما يجيش او اللي يطلع على اخر دقيقه او انه خبر يجي لك فجاه، بيبقى في ريسك وضغط انت مش مقتنع، وفي ناس ما بتقدرش ده يقول لك طب خلاص انا بقى يعني ما جيتش، سكن اي حاجه. مفيش حاجه اسمها سكن اي حاجه. لكن الشغل برضو اللي هو بيبقى مسجل او شغل الفن والدراما طبعاً. شويه بيبقى فيه اريحيه. لا حتى البرامج لو انا مذيعه في برنامج مسجل اعتقد انه اسهل بكتير. لكن الهوا دي الحقيقه الله يكون في عونكم حقيقه يعني. طيب عايزين ناخد خطوه مش كتير ورا. طيب. نرجع كده للجميله بتاعه بندقه ده كده مش لورا. نرجع مش كتير. لا مش كتير يعني، طول العمر ليكي طبعا. لسه زي القمر زي ما انت. وبابا عبده. لا بص بقى، بندقه ده كان اول حاجه اطفال. وبعدين عملت برنامج المسرح الابيض مع الاستاذ طلعت عطيه اللي انا بوجه له كل تحيه، ربنا يديله الصحه والعافيه. وكانت معايا ليزا، دي هاجرت ومش موجوده دلوقتي. كان برنامج اسبوعي للاطفال، كان مسجل. أيوة. طبعا مش هوا. وعملت شويه حاجات اطفال كده. وبعدين اول عمل درامي ليا كان ضمير ابله حكمت. ده كان اول عمل درامي كبير. من حسن حظي انه كان مع فاتن حمامه، احمد مظهر، مع انعام محمد علي، مع انتاج قطاع الانتاج. العمالقه دول اللي اسمائهم وحدها كفايه خد. طبعا. بدايه صح. وابتديت بقى يعني. وابتديت بقى. وبعدين عملت مسرحيه اخويا هايس وانا لايس، وعملت بقى ارابيسك وكل بقى الحاجات اللي ورا بعضها دي كلها. طب انا مش عايز اخطف الفتره برضو بتاعت البدايات. وفوازير جدو عبده. أيوة. فوازير عمو فؤاد. طب لما نتكلم بقى عن جدو عبده اللي هو الفنان الراحل عليه رحمه الله عبد المنعم مدبولي، صح؟ اخر مسرحيه عملتها كانت معايا برضو. انا عارف. بس دي مدرسه واحده. انت اتعلمتي منه ايه؟ او كنت شايفه الراجل ده انت قريبه منه؟ كان جدي زي. كنت بقول له كنت بقول له يا جدو. احنا كان في واحنا في التصوير بنقول له يا جدو. يعني هو كان فعلا جد يعني. كان شوف الاستاذ فؤاد المهندس وجده عبد المنعم مدبولي كانوا فعلا ده تحس انه باباك. وانا على فكره اشتغلت كمان مع فؤاد المهندس وانا كبيره يعني. مش وانا صغيره بس، عملت معاه مسلسل. عمو فؤاد راجل اعمال.
لا انا عملت معاه كل الفوازير وبعدين وانا بقى مدمزال كده عملت معاه مسلسل اسمه سعيكم مشكور. كنت كبرت طبعا. برضو شويه يعني كلهم بيعاملوك بيحتضنوك بتلاقي نفسك معاهم. لا الحياه مختلفه. اولا بيعلمك يعني ايه التزام. بيعلمك من وانت صغير انك تكون قد كلمتك. انت ما دام دخلت حاجه تكون ملتزم. صحيح. انت مش بتهزر، انت مش بتلعب، بتشتغل لكن لازم تكون شايل مسؤوليه، لازم تكون محافظ على مواعيدك، لازم تكون بني ادم. يعني وانا من حسن حظي بحمد ربنا ان كل الناس اللي اشتغلت معاهم من منتجين لمخرجين لفنانين كانوا كلهم اسامي يعني ما شاء الله، فتعلمت صح. طيب بما ان البدايه كانت وانت طفله، فانت شايفه دلوقتي يعني احنا ظالمين الاطفال في البرامج بتاعتها طبعاً. دلوقتي وفي الحواديت والمسلسلات. انت لما تلاقي مثلا برنامج اطفال مش بيحس الطفل بيقول له بالله عليك والنبي اقتل ده القتل ده، هو ده اللي انت كده مثلا بطل ايه الصوره النمطيه اللي عايزين نصدرها؟ مين مسؤول عن ده؟ ولا الدنيا اختلفت ولا مين السبب؟ ما هو حيره. بص هقول لحضرتك حاجه، هو لا ننكر ان احنا فتره طفولتنا مختلفه تماما عن فتره طفوله اطفالنا دلوقتي. يعني الفتره دي مختلفه. احنا اتعلمنا مع ماما نجوى، اتعلمنا على البرامج الحلوه، كان يكفينا توم اند جيري، اللعب الحقيقه العاديه. حضرتك لا تنكر ان التكنولوجيا اثرت علينا كلنا. طبيعي. تمام. حتى الطفل يعني انا بنوتي الصغننه نور دي ليل ونهار قاعده على الموبايل، على الايباد، على الحاجات اللي هي بقت غريبه اللي واخده. واللي تعرفه انت ما تعرفوش. دي حقيقه على فكره. بتفتح اليوتيوب وكل حاجه حاجات غريبه كده. حتى لعبهم مختلفه، حتى فكرهم، حتى الكرتون اللي بيتفرجوا عليه كله عنف. يعني ما بقوش الحاجات اللي هم بيتعلموها ان ما كنتش انت هتعلمها في البيت هم مش هتعلموها من اي مصدر خارجي. طب ما انا ده اللي بقوله، ما مين المسؤول عن ان احنا الزحمه دي؟ كلنا. كلنا مين بقى؟ دي منظومه، دي دايره. يعني دوله والاسره والمدرسه والشارع شوف حضرتك احنا دايره سيركل كده كلنا بنلف حوالين بعض. حضرتك اب وانا ام وفي معلم وفي نادي وفي تلفزيون وفي وفي وفي. لو مش كلنا مجتمعين ومتضامنين على ان احنا نربي نشأ كويس مش هيطلع. الشاشه اللي احنا بنتفرج عليها دي عليها نص الحكايه. صح. وحضرتك عليك شويه والمدرسه عليها شويه. شوف انا بقول انه يعني اللي موجود دلوقتي عامه احنا بعدنا كتير عن الدين، بعدنا كتير عن الاخلاق، بعدنا كتير عن الثقافه. انا فاكره وانا زمان وانا صغيره قريت كل حاجات نجيب محفوظ، اجاسا كريستي بتاعت الرعب والحاجات. يعني كنت بثقف نفسي بنفسي، ما افتكرش ان حد كان بيقول لي اعملي كده. كان عندك فكر. دلوقتي لا، انت بتتفرج دلوقتي على افلام كلها عنف، بتتفرج دلوقتي على حاجات لا اخلاقيه، على حتى المسلسلات بقت لا اخلاقيه بالمره. طب انت هتقول ايه؟ يعني انت بقى في البيت بقى تحارب لوحدك بقى. صح. مع نفسك. بعدين بندفع الضريبه والله. انت عارفه تبص مثلا تمسك بنوتك تقول لك استنى دلوقتي يا بابا، استنى انت ما تعرفش حاجه، انا ما اعرفش حاجه. لا اصبر شويه. اصبر شويه واستنى لي بقى دلوقتي وخلاص الناس كلها اداءات. اصبر شويه. ربنا يحميهم ويحمي الجيل يا رب ان شاء الله تعالى ويحفظ مصر. ربنا يخليك. طيب الفوازير. اشتغلت فوازير كتير. ليه دلوقتي ما فيش فوازير؟ ولو كانت في فوازير مش لها طعم؟ عشان احنا فقدنا طعم حاجات كتير. احنا فقدنا طعمنا اصلا. يعني انا شايفه ان مش هعمم طبعا، هي مش قاعده أكيد عامه، كل حاجه ليها استثناءات، لكن في حاجات كتير فقدنا طعمها. فين مسلسلات ارابيسك؟ فين ليالي الحلميه؟ فين بوابة الحلواني؟ فين رمضان؟ فين فانوس رمضان؟ فين زينة رمضان؟ فين الحالة بتاعت زمان دي؟ فين الجو ده؟ مستمتع تقعد قدام المسلسل ولا الفيلم والفوازير وتقول لك فين تقعد تستنى فوازير شريهان طب انت بتتكلم على الفوازير اللي انا كنت بعملها بتاعت اطفال. فاهم؟ كان في وقت ما انا كنت بعمل كان في اهتمام بالطفل بالنشأ. كنا بنعمل له مسلسلات، كان صوت القاهرة ده شغال. انا كل مسلسلات الاطفال اللي باللغة العربية وباللغة العامية انا كنت بعملها. كان فيه اهتمام في مسلسلاته، في برامجه، حتى البرامج. انا كنت بعمل، كنا بنعمل البرلمان الصغير، الصغير. لو تفتكروا حضرتك كان بيخلي الاطفال تتعلم يعني ايه سياسه بشكل صغير، انه يعبر عن رايه ويكون فيه ديمقراطيه. بيديله فكر اندايركت علشان يبقى بني ادم، على مفرداته كده ويطلع. كنا مهتمين في المرحله دي بالطفل. دلوقتي حضرتك بتعمل ايه؟ بتقول له ايه؟ بتعمل له ايه؟ بتصدر له ايه؟ ده لا فيلم ولا مسلسل ولا برنامج ولا اي معلومه. كانت ماما نجوى بتعمل برنامج هادف كلنا كنا بنقعد نستناه. دلوقتي عندك ايه؟ ولا اي حد مهتم بالطفل، كل مهتم بالكبار او بالمصلحه العامه. طب ما ده هياخدني السؤال بقى، يعني مش المفروض الدوله ترجع تحط ايدها في الموضوع تاني؟ هو لما اتسحب بقى البساط من تحت رجلها زي ما بيقولوا خلاص الدنيا زحمت، مش هنقدر اي حد دخل يتكلم واي حد دخل يعمل اي حاجه. طب مين اللي مسؤول؟ ما هي مين المفترض يبقى معاه المفتاح علشان خاطر هو انا ما بحب اربي نشأ ودول ولادي انا كدوله،
انا المفروض ان انا اكون مسؤول عنهم، اصدر لهم المعلومه اللي انا عايزها، الشكل العام، الانتماء. لا ما تزعلش من الطفل، ما فيش دلوقتي ما تقولش فيه مش الدوله الواحده، الدوله مش هتعمل كل حاجه. انا مش بقول على الدوله، ولكن مفتاح، ما انت اعمل اللي عليك. قطاع انتاج زمان اقوى واعرق البرامج والمسلسلات قطاع الانتاج طبعا. قطاع الانتاج ما فيش كان منافسه، كان هو التلفزيون المصري قطاع الانتاج ياخد كل الناس وراه. الدول كانت بتاخد مننا، وصوت القاهره الدول كانت بتاخد مننا، وكل النجوم دلوقتي في الاساس. يا استاذ طه ثانيه واحده، يعني حضرتك انا زيك يعني موجوع والله، يعني كلنا على فكره كل اللي بيتفرجوا علينا. انا واثق انت اكتر مني لانك انت عشت الحدوته وذقت طعمها. هقول لحضرتك حاجه، انت متخيل ان الدوله هتعمل لنا كل حاجه؟ طب دلوقتي المنتجين فارضين على الدوله شيء معين، الدوله هتعمل يعني هو في ايد لوحدها بتسقف؟ اكيد لا. يعني هتعمل ايه؟ هي هتنتج يعني وهتعمل كل الكلام ده؟ دي حاجه مكلفه جدا وضخمه جدا. ما كانش حضرتك وانا والاستاذ والهانم وكلنا صحيح نتضامن مع بعض ونبقى واقفين جنب الدوله؟ مش هتعمل حاجه لوحدها، هي هتعمل ايه ولا ايه؟ كهرباء ولا ميه ولا طرق ولا ده ولا ده ولا ده، هتعمل ايه؟ هتعمل كل ده؟ شعبت الدنيا يعني بقى كتير، واحنا بقينا كتير وما ينفعش. لازم حتى المنتجين يتضامنوا ويعرفوا ما هم عندهم ولاد برضو، يعني على الاقل يقولوا انه في جزء هيروح حتى لو كان خسران. لكن دلوقتي كل منتج بيدور على الحاجه التجاريه اللي بسرعه تاخد دورتها سريعا وتجيب مكسبها اسرع وباي باي، الموضوع منتهى ببساطه يعني. صح. طيب ماجستير بسم الله ما شاء الله قانون دولي ما دي تخصص انا عارف، يعني مش اي حد كمان في التخصص ده بالذات. المفروض انت بداتي فنانه ممثله صغيره، ليه بقى ما رحتيش كده على المعهد على طول؟ وده حقك الطبيعي واهلك موافقين، وانت اشتغلت قبل ما تدرسي، ايه اللي خلاك تروح القانون بالذات؟ هقول لحضرتك حاجه، انا كان نفسي ادخل اقتصاد وعلوم سياسيه وفرقت معايا على 0.5%، فكان اقرب دراسه. انت غاويه بقى. انا بحب القانون. شوف القانون روح كل حاجه، مفيش حاجه بتمشي من غير قانون. صح. حتى الطبيعه ليها قانون، القانون هو اللي حاكم كل شيء. من غير قانون ما ينفعش نعيش كلنا. الفن بالقانون، العيشه بالقانون، الحياه بالقانون، مش حاجه من غير قانون. تمام. فانا بحب دراسه القانون، انا بقول لك انا من زمان يعني غاويه قرايه وبحب فالاقتصاد والعلوم السياسيه ما جاتش، فقلت ايه اقرب حاجه لدراستها؟ قلت يعني بيبقى قلت القانون، كليه حقوق. على فكره انا كاتبه جامعة عين شمس مرحلة أولى، لأن أنا كنت جايبة حوالي 88% حاجة كده، فكنت مرحلة أولى. مجموع كده كبير. فكتبت جامعة عين شمس، حقوق عين شمس وغيره. واكتفيت. فلما جيت بقى في الفترة دي كنت بشتغل شوية وشوية، وبعدين والدي ربنا يديله الصحة والعمر يا رب قال لي طب أنت دلوقتي يعني خدتي الليسانس ما ينفعش بقى. يعني أنا حابب إن أنت تكملي زي ولاد عمك كلهم دكاترة وعاملين دكتوراه وأنت مش أقل منهم يعني. ف قلت طب يعني ايه اللي يرضيك؟ فقال لي لا تعملي بقى ماجستير وتاخدي دكتوراه. قلت له عيني حاضر. بقى كان عنده عشان بقى ان انا لا وانت برضه ما خذلتهوش اهو. لا ما خذلتهوش. انا ما اقدرش ابدا اخذله الحياه، ربنا يبارك لي في عمره ووالدتي. يا رب ان شاء الله. بنوجه له التحيه والتحيه ان هو سابك عشان تطلع لنا نجمه جميله محترمه زي كده استمتعنا بيها طول عمرنا. فانا ما دخلتش المعهد ليه؟ لان كان نفسي ادرس قانون الاول، كان نفسي اعمل منال، فكر منال. والشغل انا كده كده بشتغل ومن زمان وانا عضو نقابيه يعني من وانا طفله. فانا كان فكري حاجه تانية وما كانش في مخططي ابدا ان انا هكمل على فكره. يعني انا كان نفسي ادخل حقوق، وكنت متخيله زمان انه اول ما اتخرج هيلبسوني الروب الاسود وادخل المحكمه. زي فاطمه كده والفيل. ما كنتش اعرف بقى انها بتاخد مراحل وانك لازم تتدرب وانك صحيح قدامك موضوع، علشان ما كنتش اعرف يعني. فالحقيقه انا كان نفسي الاول اكون فكر منال وشخصيه منال اللي اتعلمتها من والدي. يعني هو عمل فكر وكان لازم اكمله، فعملت الماجستير وبعدها لقيت نفسي انه لا، عشان اقف في المحكمه واترافع والبس موال طويل. قلت لا بقى، وانا بحب الفن وهو لحد النهارده الفن هوايتي يعني. عشان اقول لحضرتك صراحه، عمري ما اتخذته ان هو احترافيه. دايما بتقولي كده في تصريحاتك ان يعني هو جه بيشتغلوا كده وكده. جه طبعا حاجه تفرحني، ما جاش مش انا زعلانه، ما بسعاش وراه وما بخبطش ببان لا ابدا ابدا. عمره ما كان هدفي يعني، هي حاجه بحبها فبشتغلها لان انا بحبها. لكن لو كان احتراف لا، كان لازم هكون بركز، هيكون خطواتي اكتر من كده، اسرع من كده. فترات التوقف اللي انا وقفتها ما كانش ينفع ان انا اعملها. لكن هو كان بالنسبه لي هوايه يعني، كان عندي اولوياتي هو يجي في الثالثه او في الرابعه. كان عندي اهلي وكان عندي دراستي وبعدين بعدها بيتي وبعدها بناتي. يعني هو في المرحله اللي بعد دول كلهم. اما لو كان احترافيه يبقى لازم يكون شغلك هو اول حاجه في حياتك عشان تقدر تكون ناجح. كلامك ده انا هاخد منه روشته بقى سحريه لستاتنا الجمال يسمعوا بقى الاولويات.
صح، نفسك وبعدين البيت وجوزك وكده. لا، لو اي ست بتشتغل أيوة. ما كانتش عامله او ما بتشتغلش، ما كانتش قولي لهم بقى الكاميرا معاكي وقولي بقى. لا، هي دي حقيقه. هو الواحد لازم يكون محدد اولوياته عشان يقدر يكون ناجح. فكره الاهتمام بالبيت والاسره ده شيء اساسي، يعني انت ما تبدلش بقى كفه الموازين، لازم تبقى متساويه. شوف حضرتك، انا دايما والدي يقول لي ايه، لازم البني ادم يكون عارف ايه مميزاته وعيوبه علشان يقدر يشتغل عليهم. صحيح. الحلو يكتره والوحش يحاول يقلله. لازم يكون عندك اولويات في الحياه، لان هي الحياه اولويات. صحيح. يعني ما فيش حد بيبقى كده ومش حد بيبقى كده، انت بايدك تبقى كده وبايدك تبقى كده. اختار مكانك واسعى له بمنتهى البساطه. جميل. انا لو منال عايزه تبقى نجمه كنت هبقى نجمه طبعا بعد اذن ربنا طبعا، لكن قصدي اقول كنت هتاخذ خطوات غير، فهمني. لكن انا ما ساعدتش ان انا اكون نجمه، انا واحده هاويه بحبها يعني، حاجه جاست فور فان يعني، للتفريح كده. لكن لو انت عايز تكون هتكون بالإرادة. لازم يكون عندك إرادة، لازم تكون محدد أولوياتك. كل ست بتسمعنا أو راجل حتى كمان أو شاب، لازم تبقى عارف انت عايز ايه. اللي بيعوز حاجة بإذن ربنا طبعا وفضله هيوصل لها لو عنده إرادة وإصرار. فعلا. ما عندوش خلاص، إن الله لا يضيع أجر هو قاعد، ما حدش هيجيله حتى وهو قاعد. فعلا. يعني واخده بالأسباب طبعا. صح. ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة، لكن قال اسعى يا عبد وأنا اسعى معك. لازم كل واحد يبقى محدد أولوياته. أنا كانت أولوياتي أهلي قبل ما أتجوز طبعا، كانوا أهلي وبعدين دراستي وبعدين شغلي، ولما اتجوزت بقى جوزي بناتي كده، وبعدين يجي شغلي. وفي كل واحد من التاني يعني في كل مرحلة أنا بحاول على قد ما اقدر ادي كل حاجه حقها. طبعا انت ما بتعملش طب يعني، انا فاهم، بس بتعمل بس يعني انت مقتنع ان للنجاح منظومه وانك طبعا انت تكيل بالمكيال الصح في كل حاجه اكيد المحصله هتطلع كويس. طبعا. فكرتني بمثل اسباني بيقول ان انت ما تبصش للنجوم اللي هم فوق الجبل، هم ما راحوش كده يعني ما نزلوش من السماء. هم صعدوا الجبل عشان يبقوا نجوم، عشان انت تبص لهم ان دول ستار. صح يعني انت لازم حد بيوصل لحاجه تجتهد وتتعب. ما بقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فعلا. ابدا ابدا ابدا، واللي بيتوكل على ربنا ويكون نيته صافيه ربنا بيديله. صحيح. ودع الخلق الخالق. ايوه دي مقولتي، انت قريتها صح؟ لا هي لحظيه بجد. طبعا كون ان انا انت مش ضيفتي، انت زميلتي وفنانه، بس هي لحظيه يعني. أصلاً انت مقتنع اصلا دي انا من جوايا بقتنع بيها. انا سيب ماشي اللي ماشي ماشي في اقدار. يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك خذ الامور بعزه الانفس فان الامور تسير بمقدار. صح. احنا كيد بشر ضعيفه. صحيح. في سبحان الله عز وجل هو اللي بيرتب الدنيا، بيخليكي في لحظه ناجحه في حته، حتى لو في اخفاق في فتره من الفترات، ده قمه النجاح لان هو اللي بيختار لك ده. صحيح. عشان ما تروحيش لسكه ثانيه. يعني احنا كده متوافقين وبسم الله ما شاء الله. جدا. طيب. انا قصدي دي مقولتي على طول. ده الخلق انا جوزاء. لا انا لاسف. شهر 8. لا انا شهر 5 انا الجوزاء. واحنا في شهر 10، شهر الانتصارات طبعا والعظمه. مبروك عليك. ربنا يخليك. نروح بقى لمحطه جميله في حياتك سابت بصمه مع كل الناس ومعاك اكيد. ضمير أبلة حكمة. أنا بعتبر مسلسل ده اللي هو ضمير أمة، أو يعني لأن بيتكلم على قضية ما التعليم منظومة زي ما حضرتك بتقولي. صحيح. إيه بقى البداية؟ مين اختارك؟ مين اختارني؟ عايز فكرك عايز تتكلم عن منظومة التعليم، فعشان كده بقول لك بتتكلم في حاجة صعب. لا، مين اختارني؟ هو كان وقتها بيدوروا على بسمة وباسم، اللي هو أنا ووائل اللي عمل دور أخويا. وبعدين انا كنت وقتها بعمل، مش فاكره، اعتقد كنت بعمل مسلسل او البرلمان الصغير حاجه كده. فقالوا مدير الانتاج قال ده الاستاذه فاتن حمامه بتدور على بنت وولد علشان تعملوا، فكانوا كتير جدا، فيعني اختاروا بنات كتير جدا وولاد كتير جدا. وبعدين رحنا قابلنا الاستاذه انعام الاول واختارت مثلا خمس ست بنات وخمس المخرجة. ست اولاد. نعم محمد. وبعدين خدتنا ورحنا البيت عند مدام فاتن. الله يرحمها. فاول ما شافتني انا ووائل، يعني احنا الاثنين اخترتنا في نفس اليوم مع بعض، احنا الاثنين الاخوات. فاول ما شافتني فعملت لي كده على خدي وعلى شعري وقالت لي ايه الطعامه دي؟ ايوه. وقعدت تتكلم معايا شويه وانا كنت لمده حبتين كده صغيرين يعني شويه. انا مش عاوز اقول وما زلت شويتين كده. فقالت لها لا انا عجباني قوي يعني وشها وهي وشكلها وشعرها انا عجباني. واختارت برضو وائل معايا، هي مدام فاتن اللي اختارتني يعني. احنا كنا مترشحين كتير جدا وهي اختارتنا. فده كان. وبعدين عملنا بروفات كتير بقى يعني، عملنا انا ووائل مع مدام فاتن لوحدنا. الترابيزه يعني، قعدت الترابيزه لوحدينا من غير بقيه الكاست. قعدنا فتره طويله جدا، احنا قعدنا نشتغل سنه ونص في المسلسل. فدخل علينا بقى صيف وشتاء وصيف وشتاء ومدرسه وكده. كانت هي تقول لنا لازم تقعدوا تذاكروا، لازم مش عارفه تعملوا ايه. انا كنت على طول بقعد تقول لي لا انت بنوته لما تكبري هتبقى صوابعك مش عارفه عامله ازاي. حتى وهي بتشتغل
بتعلمني انا كبني ادمه بعيدا صح. عن الشغل صح. يعني هي كانت تقول لي لازم تاكلي اكل صحي عشان شعرك جميل، لازم عشان مش عارفه ايه، وانا صغيره يعني وما افهمش يعني ايه شعرك ولا بشرتك ولا كده. لكن هي على المستوى الشخصي حتى بتعلمك ام. هي دلوقتي بقى تعالى لما تدخل لوكيشن ولا حد بيبص في خلقتك، ولا اصلا بقى في قاعده الترابيزه ولا البروفات. هذه النجوميه بقى. انا استكمالا لكلامك كانت ضيفتي مدام سميره عبد العزيز ربنا يديها الصحه، هي طبعا كانت في المسلسل. طبعا ده كان في كل مصر. فقالت الاستاذه فاتن، كانت طلعت حكت موقف كده لذيذ. قالت الاستاذه فاتن على رحمه الله، طلعت قالت وهي بتقول طابور الصبح اهلا بالطلاب الجداد. هي باللغه العربيه غلط الجدد. الجدد. فهي راحت لها مدام سميره قالت لها لا المفروض تقوليها اهلا بالطلاب الجدد، اولوا طلبه وخلاص. فتقبلت منها طبعا. فاتن حمامه بتقول لي انا كنت مستغربه، انا رايحه يعني برضه قلقانه، ما هذا فاتن حمامه وهي الستار والنجمه والليدر بتاع الموضوع. ثقه بالنفس حضرتك، هي فاتن حمامه. فاتن حمامه هي علشان هي فاتن حمامه طبعًا. قبلت ده، وعشان فاتن حمامه عملت معاكي ده طبعا، قربتك طبعًا. من جامد، وهي ده النجم بيلفتك بقى نظرك لكل حاجه. دي حقيقه. شوف حضرتك شوف النجم في اي حاجه إزاي؟ مش النجم الفنان صحيح. النجم في اي مجال صحيح. اللي عنده ثقه بنفسه فاهم، اللي صح. يتمنى الخير لنفسه ولغيره صحيح. هو ده النجم. هو نجم يعني ايه؟ يعني حد بارز في مجاله. طيب اللي هو ايه؟ عنده ثقه بنفسه، عنده ثقه طبعا في ربنا قبل اي شيء، عنده ثقه في نفسه، بيحب الخير لغيره، ملكه العطاء صحيح. ايوه انه يبقى عنده عطاء صحيح. واهم حاجه انه يكون عنده ثقه بنفسه. خلي طبعًا. بالك لانه طول ما انا مهزوزه مش هديك. ايوه فقد الشيء لا يعطيه صحيح. الحته اللي من جوه دي بتاعت ربنا. فالنجوم الكبار دول ما بقوش نجوم كده، لا اكيد دفعوا ضريبه ده يعني حاجات كتير قوي انسانيا وفنيا وكان زي ما انت قلت، انا لو انا احترفت الفن كنت اديته اديته بقى وقت اكتر ومذاكره اكتر ومتابعه صح. اكتر صح. الناس دي كان اكل شارب نايم حياتها فن شوف تخيلي بقى وقفت دنيتها عشان الفن صح. طيب في المسلسل ده كانت اشتغلت مع ناس تانية كتير كلهم بقى، مع استاذ يوسف شعبان ومع وصابرين وعبلة كامل كلهم. كان نقله بقى كلهم بس انت كنت صغيره بقى. ماشي بس برضه حسيت بنفسك انا موجوده وسط الناس دي بعد ما خلصت. انا بتكلم بقى على الجو بتاع اتعرض بقى وانا في المدرسه تيجي بنت خالتك لا اسكتي بس دوت انا كنت مع فاتن، عارف الجو ده اللي ما حصلش وقتها بقى جرايد وطبعا ده شيء اساسي طبعا الواحد يبقى فرحان وبيعمل حاجه لا ما كنتش نفسنا والله بس قصدي اقول ايه بقى. لازم تكون فرحان فخور انك بتعمل حاجه، فخور انك من 100 طفل اختارتك انت يعني حاجات كتير. وشوف بقى رغم كده انا كنت شاطره جدا في مدرستي على فكره، يعني انا عمري ما خذلت والدي ابدا في المدرسه، يعني كان عندي اصرار ان انا عشان انجح في الحته دي لازم اكون برضو مأدية الدور اللي عليا، فكنت بذاكر كويس جدا. يعني انا افتكر حتى الحقوق انت عارف صعبه قد ايه طبعا دراسه اكاديميه والله بحته بقى احلف لك بالله ان انا الكتب كانت في شنطه العربيه، ادخل اللوكيشن الكتب في ايدي فاهم ازاي؟ اللي هو اصرار ان انت هتعملي حاجه او هتاخدي حاجه واخترت حقوق لانجح صح الحمد لله صح. فبقول لك طبعا كنت ببقى فرحانه بقى، حسيت النجاح ده لما رحت المدرسه بقى. ايوه ما ده اللي انا بقوله بقى، المدرسه نفسها اللي بتدرسك وهي سامعاكي شايفاكي مثلا بالليل جايه تقول لي انا على فكره لا هم كانوا عارفيني بقى كان زمان ما فيش عندنا كل القنوات دي، يعني المسلسل بيتعمل هيتشاف كل صح. البيوت هتشوفه صح. ما كانش عندنا الركبه بتاعت ان انت عندك 70,000 مسلسل و70,000 قناه، فانت مش عارفه بقى استاذ طه طالع في انهي قناه ولا في انهي لا كان المسلسل بيتعمل هيتشاف الملايين كلها هتشوفه طبعا. والدك خلاص كده حس بقى يعني ايه قمه النشوه، هو كده يعني اتاكد انه سابك في الطريق الصح بتاعك. هو الحقيقه والدي عمره ما سابني اصلا في الشغل، يعني دايما كان هو المراقب والرقيب وميزاني، هو والدتي ربنا يديهم الصحه يا رب عمرهم ما سابوني. يعني انا ما افتكرش انا عمري دخلت لوكيشن لوحدي فاهم، قلت انا بشتغل عمري ما اخترت حاجه من غير ما استاذن واقول انا هعمل كذا ولا حتى، يعني هم رسموا الفريم اللي انا هشتغل بيه لكن الى الان انا ما اقدرش اعمل حاجه الا برضاهم. ما دي الثوابت دي هو ده ولاد الاصول والاصل يعني لحد النهارده ما اقدرش اعمل حاجه الا برضاهم صحيح. ما اقدرش اعمل حاجه لبناتي الا برضاهم يعني طبعا بعد موافقه باباهم طبعا، فاخد برضو بقى اقول لبابايا ومامتي طب ايه رايكم اعمل كده ولا ما اعملش كده، فهم حطوا الفريم وانا مشيت عليه وما افتكرش اني مره خرجت بره الفريم اللي بابا قال عليه ابدا. ما اقدرش ازعله، حد اداني منتهى الثقه اداني كل حاجه، اداني ثقه وفكر وادب واحترام وتربيه صحيح. عمل بني ادمه ازاي اقول له لا او ان انا اغزله عمري ما عملت لا في دراسه ولا بره. جه على فوق كتافك وحمل المسؤوليه وسابك ومشي دي حقيقه بس انت ده قمه بقى انك انت
ده انت في صراع مع نفسك. انا يجي فتره من فترات يعني اميل عن خيالي وابقى انا او السن اللي انا عايز اعيشه وانطلق. لا عشت على فكره وانطلقت. انا عارف ده تعيش بس برضه في دماغك وفي صورة الذهنيه قدامك على طول والدك. اقول لحضرتك بقى حاجة. مسؤوليه وسابق عشان اللي بيسمعونا يعني اقول لحضرتك حاجه، رغم كل ده انا متدلعه دلع غير طبيعي. انا لفيت العالم، انا عملت كل حاجه وسافرت وعشت حياتي بس بالصح بالطريقه الصح. هو انا لازم عشان اعيش حياتي اعيشها غلط؟ لا طبعا. هو انا عشان اخرج لازم اخرج غلط؟ لا طبعا. هو انا علشان اعمل حاجه لازم يبقى هو ليه بيجي المفهوم انه تبقى الحاجه الغلط؟ اللي قدامك دي عملت كل حاجه، سافرت كل حته في دول اوروبيه وعربيه ما خلتش مكان بس، لكن عمري ما عملت حاجه غلط. اصل انت عندك ثوابت ماشيه كده، عندك ثوابت مش هينفع تغيريها. ما انا ده الشاهد من كلام ان احنا بنقول لمشاهدينا ان الرساله ممكن تعيش وتتعايش وتعمل اللي انت عايزه وتفرح، لان الحياه اسهل من كده بكتير خالص. بس انت عندك ثوابت ادبيه دينيه مربيه على حاجات مش هينفع تغيرها او ليه تغيرها في الثقه. لما حد يديك ثقه صحيح لازم تكون قدها عشان انت حتى تحترم نفسك. صحيح. يعني انا مثلا من يعني الاول قبل ما اتجوز كان ابويا واخويا دول اهم حاجه، ما اقدرش ابدا الاثنين ادوني ثقه. وبشتغل طبعا في مجال حضرتك تعلم انه صعب. صحيح. لكن الحمد لله اشتغلت وكنت قدها. ليه؟ مش عايزه لا ازعل هنا ولا هنا، لانه دول ادوني ثقه وامنوا لي وبيحبوني. وبالتبعيه برضو زوجي دلوقتي، يعني انا دلوقتي بشتغل قبل ما اتحجب طبعا وكده، انا كنت بشتغل انا اوتوماتيك متعوده على ده. فحتى لما جيت ارتبطت بجوزي لا انا عندي برضو اداني ثقه انا قدها وانا بحافظ عليها وبحافظ عليه وعلى اسمه وعلى مكانته وعلى وضعه. ما اقدرش برضو اخذله ولا اخذل والدي ربنا يديله الصحه واخويا. انا عندي ناس بخاف عليهم زي ما هم بيخافوا عليا. تعرف فكرتني بمقول السيد المسيح عليه وعلى نبينا السلام، قال لك خسر كل شيء من كسب العالم وخسر نفسه. طبعا. ولا يسوى. ولا يسوى. ولا يسوى. انك ما تبقاش تنام كده وانت مش مقتنع. لا مش انا طه. لا وانت مش محترم نفسك. مش صعبه مش اللي هي المفروض تعمل كذا. احساس صعب. لا اصلا انا عندي تانيب الضمير صعب قوي. يعني انا كمان طيب. من الناس دي. طيب احنا النهارده يوم مبارك كده ومعانا الجميله رانيا فريد شوقي حبيبتك. اهلا 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 ست الكل، ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا منال؟ عامله ايه؟ اهلا اهلا يا حبيبه قلبي، وحشاني جدا. وانت كمان والله يا مبارك. الحمد لله يا مساء حبيبه. مساء النصر لمصر. مساء النصر، الحمد لله يا رب، ودايما مصر كده محفوظه يا رب، في امان يا رب يا رب. انا دايما بقول على حضرتك انك العظيمه بنت الملك. طبعا. ده بجد. طبعا. الله يخليك. كل سنة وحضرتك طيبة. أنا كنت لسه بسأل الجميلة منال بقول لها على حدوتة الفن كده، وإن الفن ليه منظومة للنجاح، يعني البيت والأسرة والدولة، وحضرتك شايفة الموضوع ده إزاي؟ الفن بص هو طبعا أكيد الموهبة عليها عامل، بس بيدخل معاها الذكاء، بيدخل معاها العلاقات الاجتماعية، طبعا معطيات الوقت الحالي اختلفت بقى. الموضوع في سوشيال ميديا وبقى موضوع تطور كبير قوي قوي قوي. فطبعا يعني هي الفكره، بس كل واحد حسب اقتناعه بالفن. بس طبعا يعني هي بترجع لكل واحد هو شايف ايه وجهه نظره، ايه مفهوم الفن عنه. صح صحيح. طب فنانة عايز اسال حضرتك على حاجه كده، استثمر وجودك معايا. دايما في صوره نمطيه عن المراه المصريه او العربيه في الفن، لا واحد مثلا تجاره مخدرات، لا بتساعد مش عارف جوزها في لا لا ما تقولش دايما. انا انا لا. انا مش انا حضرتك انك انت تاكدي لي او تنفيلي، احنا بنقول الصوره النمطيه دي لو هي موجوده نغيرها ازاي؟ دي مش صوره نمطيه طبعا خالص. يعني هي مش موجوده على فكره. الست المصريه من الستات الصوره النمطيه اللي بتكافح، المراه المصريه بتربي، هي العمود الفقري للاسره المصريه. طبعا صحيح. فكون ان في بعض الاعمال بتطلع الشخصيه كده، فدي قله، يعني النوعيه اللي هم بيطلعوها دي قله. وده برضو نرجع نقول ان انت مفهومك اللي الفن ايه. ما هو ده يا جماعه اللي بنقول، انت هتيجي تقول لي اصل انا بقدم الواقعيه. على فكره صلاح ابو سيف كان ملك الواقعيه. ايوه طبعا. وعمرنا ما شفنا الحاره المصريه فيها ورقه على الارض. صح. بافلامه ولا فيها حاجه مبتذله.
بالظبط. بيهتم فهي بالجمال. انت مفهومك ايه؟ هل انت داخل بتطرح قضيه عايز حل ليها، ولا انت داخل تستعرض عشان شباك التذاكر انت ضامن ان ده اللي بيجيب فلوس، ولا تشوه؟ بالظبط. فهي كل واحد ومفهومه. صحيح. لكن في النهايه عايزه اقول لك ان السينما بتعدل نفسها من حين لاخر. صحيح. بيحصل شقلبة وبترجع تاني تنظف نفسها بنفسها. ما هو عشان احنا مصر برضو يا رانيا، يعني هنفضل احنا الرائدين على في موضوع الفن ده بقالنا كام سنة. احنا مفيش، هتقولي لي بقى حد تاني بيطلع، حد تاني بيعمل انتاجه اكتر مننا، اللي بس برضو مصر هتفضل هي الرائدة. هي برضو ما ينفعش نفضل يعني نقول احنا الرائدين واحنا ولا نبذل اي مجهود. ما هنبذل بقى. ما لازم. ايوه لازم ادفع ضريبة ده. نجيب اختيارنا في الاعمال، ولازم نرجع تاني. انا وجهة نظري لازم الرجوع للقصص الروائية. صح. احلى افلام الابيض واسود كانت متاخدة عن قصص روائية. صح. ده ما بيتعملش ليه؟ يعني ده مش موجود في الوقت الحالي. مين ما بيتفرجش على افلام الابيض واسود لغاية دلوقتي بعد ما بيشوفها 100 مرة؟ مليون. صح، عندك حق. فانا عايز اعرف من حضرتك كده، المسلسل عن بتاع الملك هيظهر امتى بقى للنور؟ عايزين نستمتع والله بيه. والله ما اعرف، لان انا ما انا طب هو احنا اللي هنعرف؟ لا، هو انتاج مدام ناهد فريد شوقي هي المسؤوله عن البروجكت كله. انا ما ولا اعرف الورق فيه ايه، يعني مش هي اللي واخده البروجكت وهي اللي تعمله فانا ما اعرفش حاجه وحياه ربنا. انا مبسوطه يا رانيا جدا اني سمعت صوتك، ونفسي اشوفك قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا جميله. تسلمي لي يا حبيب قلبي. شكرا. شكرا جدا. شكرا فنانه. انا شايفه انا بقول ميرسي على المداخله برضو. انا وانا مذيعه بقى. ده شرف ليا طبعا. ربنا يخلي حضرتك. طب هاخد بقى السؤال اللي انا سالته لها، علشان ليه بقى؟ عشان اطمن الناس ان واحد من اهل الفن بيقول اهو، احنا مش الصوره النمطيه عن المراه المصريه اللي بتحصل في الدراما للاسف دلوقتي، مش زمان. اصل مش عايزين نغفل ده. ايه الصوره النمطيه؟ مش فاهمه السؤال. هقول لك السؤال. بتطلع الست المصريه او العربيه للاسف لا دعاره، لا اما تاجر مخدرات، لا اما مهمله جوزها، لا اما خاينه. احنا مش كده. هي قالت ان احنا مش كده. طبعا. وانت شايفه ايه بقى؟ والله انا شايفه ان كل اللي بيحصل دلوقتي اصلا لازم يعني يتنحى جانبا، ونرجع بقى لاصلنا واخلاقنا وديننا. أيوة. ونرجع لقيمنا، ونرجع احنا كمصريين بطبيعتنا متدينين على فكره. عندنا نزعه دينيه تروح تيجي، مهما كنت عاصي، مهما كنت مخطئ، مهما كنت بتعمل، الا انك هتلاقي في وزع ديني عندك. هم المصريين. صحيح. على فكره كافه، مش بتكلم على نمط معين او على ناس معينه. لا لا لا، مسلوكه شويه منحرف برضه، حتى بيرجع مليون منحرف على فكره. صحيح. هتلاقيه في رمضان بيصوم. هتلاقي. أيوة. عنده النزعه الدينيه دي بقى ما فيهاش كلام. حتى لما بيشوف حاجه غلط، حتى لو هو بيعملها ما بيتقبلهاش. يعني عارف احنا ايه شيزوفرينيا، ما تبقاش فاهم انت عايز ايه. لكن لازم نرجع تاني لديننا والاخلاقنا والقيمنا والمبادئنا، لان حضرتك كراجل شرقي في امور مش هتقبلها. اكيد. انا كأم وبربي وعندي مش هقبلها. يعني انا بناتي في مدارس انترناشونال، لكن انا بفضل اقول لا كده غلط، لا كده صح. انا بربي زي ما انا اتربيت، وحضرتك اكيد هتربي اولادك زي ما اتربيت. لكن اللي بيحصل بقى في الدراما دلوقتي كله على بعضه كده، انا اصلا غير راضي عنه. وانا بقى لي 4 سنين ممتنع على اني اشتغل في اي عمل منهم، لانه حتى بالحجاب لما جالي شغل بالحجاب، لانه انا مش مسؤوله بس عن دوري. انا هبقى فين؟ انا. أيوة. انا بيتقال منال في ارابيسك، منال في الحته الفلانيه، مش هيتقال منال لوحدها. اكيد. كل الحاجات دي كلها لازم يتعمل لها فلتره. وانا على فكره في البرنامج عندي طالبت بان الرقابه تكون اكثر تشددا، ونعمل مبادره على كان معايا استاذ احمد ماهر واستاذ علاء مرسي، وقلنا لازم نعمل مبادره بان احنا الحاجات الدراميه، خاصه الدراميه، يعني سيبك من السينما ليها جمهورها، لكن اللي بيدخل يعني بنوته حضرتك لما تبقى قاعد تتفرج على مسلسل وتسمع فيه لفظ مثلا، ده الاخطر من ده. في فنان ولا ايحاءات ولا فنان إيه؟ عمل عمل قال انا لما كان بيتعرض كنت بخلي بناتي ما تشوفوش. طب وده ينفع؟ انت عملته ليه؟ حضرتك يعني هتمسك الريموت في التلفزيون بتاع 24 ساعه؟ ده المستحيل نفسه هيجي لك بقى في النت، هيجي لك في اي مكان تاني، في المدرسه، حضرتك. في الشارع، في انا طلبت انه لازم يكون في رقابه اكتر من كده. الكلمه حضرتك هتحاسب عليها. اكيد.
احنا عندنا هو معلش دلوقتي ولادنا دلوقتي هم مش في تحرر ولا حاجه، انا بتكلم مؤدبين مؤدبين خلاص والمتربيين اللي في الشوارع دول بيمسكوا السنجه والبتاع جابوها من دماغهم ولا شافوها؟ لا اكيد شافوها الشاشه دي صح. عليها اكبر عامل اكيد بقى. فانت ما تقوليش ايه رايك في الدراما دلوقتي، اقول لك لا طيب. كلها تروح كده ونشتغل حاجه ثانيه. عايز ارجع بقى لارابيسك، بما انك انت قلت ارابيسك. ارابيسك ده إيه حاجه ايه الحدوته الجميله المصريه دي الحلوه دي اللي امتعتونا بيها، وحضرتك مهما تتفرج عليها 100 سنه هتلاقيها وتتعلم منها ويوريك يعني ايه ترابط. انت عارفه ده التوصيف بتاعه ايه؟ ده السهل الممتنع اللي تعرف تشوفه بس ما تعرفش تعمل طبعا عليه رحمه الله، ما تعرفش تعمل زيه وما تعرفش تسيبه وما تعرفش ما تشوفوش تاني بكل الكوادر الفنيه اللي فيه. مش ارابيسك الفتره دي كان فيها اكتر من عمل، هي الفتره كلها كانت حاله اصلا. بوابه الحلواني، ارابيسك، العائله، ليالي الحلميه، يعني ايه جار؟ يعني ايه ست؟ انت بتقول بقى انت لسه بتسال حضرتك وبتقول دي صوره الست النمطيه، لا طب ما تشوف ارابيسك. اختي اللي هي سوري المرشد الكبيره استاذه طبعا فاضله، يعني انا بحبها وبعشقها هي وحنان، ربنا يخليهم يا رب. الاخت اللي قاعده على عيال على اخواتها، هي اللي بتربي وهي اللي بتصرف وهي اللي بتكافح بتحابي وتحامي ومش خايفه اهو ده النمطيه اللي حضرتك بتتكلم عليها. اهي ست وجدعة مع جيرانها الراجل والست، هاله صدقي، هاله صدقي. الست الجدعه، الجاره القويه، البلد. بنت البلد اللي واقفه انت لما تحتاج لها هتلاقيها اهو. دي دي الستات بتوعنا، هي دي احنا. والراجل صلاح السعداني لما تلاقيه مثلا حاله كده عامل سيطره بشياكه على الحاره. انك سالت على النمطيه، هم الستات دلوقتي بقوا دعاره وخونه وتجار مخدرات وبتاع. ربنا اتقي ربنا عز وجل في نفسك وفي ضميرك وفي بيتك. دي التجاره، ده اللي بيجيب اسرع. ما انا بقول لحضرتك دي اللي بتجيب اسرع بغض النظر عن انت بتصدر ايه وبتوجه ايه لجيل. سيبك بقى من احنا خلاص اتربينا مش محتاجين نتربي تاني، لكن اولادنا اللي جايين هما دي الصوره اللي شايفينها، ان كل ست خاينه وبتاعه مخدرات وبتاعه دعار، او بقى مثلا اللي هما العاملات في البيوت مثلا اللي ما هياش عارفه تشتغل فتروح تشتغل في الدعاره لانه اسهل طريق. والنبي ده كلام؟ لا طبعا لا، لا. هي دي دي اعمال ودي مسلسلات طبعا. لا طيب نرجع لدورك بقى. تعصبني بص انا بتعصب والله العظيم. نرجع للارابيسك، نهدى كده شويه بالفن الجميل ده اللي انت اديتيه. لا ارابيسك ده منظومه كامله. ما مين بقى قال لك تعالي اشتغلي في ارابيسك؟ لا خلاص انا كنت عملت ضمير قبل حكمت وكنت عملت اسم بقى، يعني كان خلاص منال بقى عبد اللطيف. اشتغلت مع فادن حمامه، في حاجه اسمها مين هيقول لك تعالي؟ ما ده دي بقى لا دي معاناه ثانيه، يعني انك انت تشتغل مع الكبار تدفع ضريبته في فتره من الفترات. لا زي انا كنت ترشيح الاستاذ اسامه انور عكاش نفسه. يعني كان رسم لك الدور، يبقى كان شايفك في الدور وهو بيكتب. هو كان هو من الاول، من اول ما كان بيكتب المسلسل. وطبعا استاذ صلاح السعداني طبعا وانا ترشيحه طبعا، لان انا اشتغلت كمان مع العمده اربع خمس اعمال بعدها. طبعا بوجه له من برنامج حضرتك التحيه وبقول له ربنا يديك الصحه والعمر ان شاء الله ويخليك، رمز لانه فعلا امتعنا باعمال صحيح. قيمه فخمه لسه موجوده لغايه دلوقتي. انا كنت في المسلسل ده تحديدا ترشيح الاستاذ اسامه انور عكاش في ارابيسك. فطبعا الحمد لله انا من بعد ضمير قبل حكمت كان خلاص بقى في منال، يعني عمل درامي كبير مع مخرج كبير مع فنانين كبار نجوم، فكان الاسم اتحط موجود في البدايات دي. في الفتره هي مش بدايات زي ما انت بتقولي خلاص انا لقيت نفسي وبدات ابقى ايه حاسه بنفسي وستار وبطلب هنا وهنا، كنت ممكن تقولي لا انا مش هشتغل ده او هشتغل ده او ايه المعيار اللي كان يخليك تشتغلي تختاري؟ لا هو كان وقتها يعني مامي هي كانت يعني شويه متابعاني حبتين، ما كنتش يعني في الوقت ده ما كنتش ادرك قوي الحته دي. يعني مرحله الانتشار اصلا هي مراحل للفنان، ما هو مش في التواجد والانتشار وبعدين النجوميه وبعدين يعيش بقى يختار او ما يختارش. ما هو انا في التوقيت ده كنت طفله، مش في دماغي يعني ايه انتشار يعني ايه نجوميه. انا بقى بلعب وبشوف فاتن حمامه، بشوف صلاح السعداني، بشوف يعني برضو كنت طفله فما لا ما كنتش ادرك الحته دي قوي. يعني يمكن بعد ارابيسك لما كبرت شوية أدركت يعني إيه سيناريو، يعني إيه حوار، يعني إيه عمل، يعني إيه مخرج، يعني إيه كده شوية. لكن في الفترة دي أنا كنت أعرف يعني إيه التزام، يعني إيه تحفظي المشهد كويس، يعني إيه تبقي محافظة على مواعيدك. اتعلمت شوية حاجات، لكن إني أقول لك أختار إيه وما أختارش إيه لا. ما لا بس هو طبيعي الحظ يعني كان خادمك، هم نجوم فالناس شايفة الصح وكان كله رمضان وانت بتتابعي انت محظوظة في رمضان من كان زمان. كان كل أعمالي رمضان أغلبها، حتى لما اشتغلت مع أستاذ محمد صبحي كان رمضان. هو رمضان ليه جمهوره، يعني في جمهور بتاع كل السنة ورمضان ليه وحده وليه جمهور. كلنا جمهور رمضان حضرتك صحيح. طيب بص بقى خلاص بقى حظه ده كده لا كده بس هنجيبه. طيب الجميلة سهير المرشدي علمتك ايه؟ او انت اختها صح؟ اقول لك علمتني. ايوه علمتني يعني ايه اضاءه. شوف انا من كل حد اتعلمت منه حاجه. الاستاذ سهير المرشدي خاصه، ولن انسى ان انا اتعلمت يعني ايه اضاءه، اخد اضاءتي
غير من الاستاذ سهير مرشدي. انا كنت بتفرج عليها وهي كانت دائما خبره طبعا دائما وابدا حريصه جدا على موضوع الاضاءه يعني. فانا جيت في مره قلت لها يعني مش في بالك لان لها ناسها اللي بتاديها يعني في ناس هي اللي بتيجي تدخل تظبط الاضاءه والحاجات لا علمتني يعني ايه انك تاخد النور بتاعك. دي حته انا اتعلمتها منها. تخطف الكاميرا دي؟ لا مش تخطف الكاميرا كده. لا الاضاءه انك تبقى ما هنا لو عملت كده اخرج من الاضاءه يعني عملت كده لو حد مثلا واقف جنبك وطلع هيقطع عليك الاضاءه. واثقلت حكايه الاضاءه دي من استاذ محمد صبحي، هو بقى اللي علمها لي يعني ايه اخرج من اللي جنبي عشان ما يقطعش عليا، لازم اكون حاسه النور على وشي عشان ابقى واخده اضاءتي صح. انت عارف شغلتنا اضاءه وكاميرا يعني ايه، ابقى وانا بص لحضرتك ما بقاش بروفيشنال والمشيه وانت بتقعد ازاي وبتاع. انا الاضاءه دي اتعلمتها من استاذ سهير بجد. اتعلمت الارتجال من استاذ صلاح السعدني. لا هو العمده طبعا، فاهم؟ اصل ده مثقف، ده اتعلمت منه الارتجال. عارف يعني ايه الارتجال؟ انك اللحظه انك لو بتقول مشهد معين انت طبعا لازم تلتزم بالنص والكيوهات والحاجات، لكن وارد ممكن تعيد صياغه الجمله. انت عارف ان اللغه العربيه مفردات سريه بالمفردات صحيح. وبحكم ان انا قاريه كتير فانا الحمد لله نوعا ما يعني بعرف اصيغ المفردات شويه، لكن هو علمني يعني ايه تصيغ الجمله بشكل تاني في اطار المشهد. فدي كانت لما جيت اشتغلت مع استاذ كوثر العسال اتعجبت ان انا ازاي بعمل كده. انت عارف انا كان عندي لدغه السين وما زالت يعني بس كانت وانا صغننه باينه شويه، بس هي لذيذه ورا. فكنت بعاني لو لقيت مثلا جمله كلها سينات اعمل ايه. احنا بقى معانا ابتداء كده من كلمه السين، ويبقى معانا معالي السفيره منى عمر. معالي السفيره كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك وكل المصريين طيبين، وضيوفك في البرنامج طيبين يا رب كده دايما في احتفالات ان شاء الله. ميرسي. انا بحيي حضرتك بالايام المباركه اللي احنا فيها، بقول مساء النصر المصري يا رب ان شاء الله تعالى. يا رب يا رب، احنا كلنا بنتمنى انه يبقى من نصر النصر يعني في كل المجالات مش بس في المجال العسكري يعني. طول عمرك يا فندم في مجال الشغل الدبلوماسي ده، وبعدين ما انقطعتيش الحمد لله تعالى عن العمل العام والاجتماعي. شايفه المراه المصريه في الدراما شكلها عامل ازاي؟ يعني بيدوها حقها ولا احنا ظالمينها ولا؟ يعني هو من ناحيه ظالمينها مش ظالمينها بس في الدراما، ظالمينها في الحقيقه كمان. صح. لكن الدراما للاسف برضو يعني كل سنه بنعمل نفس الكلام وبنقول نفس الملاحظات، ولا حياه الا من تنادي، لانه طبعا هو في اثاره اكتر ان هو يطلع المراه في هذه الصوره السلبيه اللي موجوده. صح. بينما احنا عندنا الحقيقة أنا شايفة كل اللي حواليا نماذج ناجحة ونماذج مشرفة. صحيح. يعني حتى الفنانين نفسهم اللي هم بيقوموا بهذه الأدوار هم نماذج ناجحة، لا هم مدمنين ولا هم يعني خارجين عن قانون ولا أي حاجة من الكلام. ف يعني لما طلع نموذج واحد سيء ده موضوع، ولما يكون كل الستات ما بيطلعوش بشكل جيد ده موضوع تاني. صحيح. لا صحيح. طبعا الدراما المصريه بتسيء للمراه. صحيح. ما ده لسه انا بقول انا ومنال، يعني هي المراه المصريه احنا مش ده حقها، ارقى واسمى واشيك واحلى وام واخت وبنت من اللي بصوره اللي للاسف بعض الناس بتطلعها عليه. عليها. صحيح. يعني احنا عايزين بس نطلع صوره واقعيه. صح. يعني في نماذج سيئه، لكن انا برضو في نماذج جيده. ليه ما بتطلعليش النماذج الجيده؟ ليه في الرجاله اللي بيطلعوا نماذج مشرفه والستات لا؟ يعني انت كمان بتسيء لجيل القادم. صحيح. لما بيشوف ان هو اولا ده بيصبح الطبيعي بالنسبه له، ثانيا هو بيحس شايفها كده. صح. والله للاسف معالي السفيره يعني عشان ما ابقاش متحيز، هو ما بيطلع الحاجه الوحشه اللي بيفرق ما بين راجل ما بين ست، هو بيطلع حاجه زي لسه بتقول منال اللي هي هتجيب كام من الشباك. صحيح. ما طيب. زي ما انا كنت بقول لك هي اللي بتعمل اثاره، هو الكلام تجارة. اللي بيعمل اثاره. طب في ادوار بقى للمجتمع المدني او للشخصيات الرائده زي حضرتك مثلا، انتوا يعني لينا وقفه المفروض يبقى لينا وقفه، المفروض نكلم مين؟ احنا زي ما بقول لحضرتك المجلس القومي للمراه السنه دي السنه مثلا الرابعه على التوالي كان عاملين مرصد للدراما علشان صوره المراه في الدراما.
ايوه وطلعت توصيات وتقدمت واترفعت والكلام ده كله. وانا متوقعه ان هو السنه الجايه هيحصل نفس الكلام واللي بعدها هيحصل نفس الكلام. يعني احنا للاسف ما فيش. يعني ما نتفائلش طب ولا بعد ايه؟ ما اذن هو يعني حضرتك، اتفضل. حضرتك شايفه الوقفه تبتدي منين؟ يعني عشان كلنا نتضامن ونعمل وقفه، البدايه بتيجي منين؟ من الرقابه، وزي ما انا طلبت انه الرقابه تكون اكثر تشددا على الالفاظ وعلى المشاهد الخارجه اللي زي ما حضرتك قلتي انها بتربي نشأ ان الطفل هيطلع يشوف الست هي مفهومه عن الست هي كده. بالظبط. نبداها منين؟ كلامك صح تماما منال هاني. ما هو الا الاضافه الوحيده ان انا حتى كاتب السيناريو او القصه نفسه هو محتاج ان هو برضه يبقى فيه نوع من التدخل، هو مش الابداع فقط في انه تتقدم الصوره السلبيه، الابداع ممكن يبقى برضه في نماذج ناجحه. صح. وبعدين احنا لما بنقدم في بعض الاحيان حتى النماذج الناجحه بتبقى في شكل ممل وتسجيلي ومحتاجين برضه زي ما بيقولوا كده لا وطالعين معقدين، لازم كل ست مثلا دكتوره ولا طيبه ولا مشرفه تلاقيها معقده ولبسها عامل وشكلها ومش ناجحه في بيتها. اما التانيين يعني انت عارفه حضرتك اللي بيخوفني، اللي بيخوفني اطفالنا اللي بتتفرج خاصه الولاد، الولاد هياخد فكره عن ان هي دي الست هيتعقدوا لما يجي يتجوز، لما يجي يشتغل، لما يجي يتعامل. بالفعل اخدوا هما بتدفع ضربتها لاولادنا. صحيح. وانت كمان لو تقدري انك انت تربطي بين هذه الصوره وزادت نسبه التحرش اللي موجوده في المجتمع، يعني انا لما تطلع الاحصائيات لانه كون فكره تاني دوله في العالم في حجم التحرش الجنسي بعد افغانستان، يعني الكلام الحقيقه يخض اي بني ادم. فهو لما هو شايف ان هي دي الست فهو هو كون الفكره. صحيح. كون الفكره هي هيضرها ايه؟ ما هي كده. غير ما احنا حضرتك اتربينا، انا اسفه للمقاطعه، غير ما احنا حضرتك اتربينا على الافلام بتاعت زمان اللي هي ست امينه، اللي هي ست ملتزمه ببيتها، عرفنا ان الام حاجه كيان والاب كيان، الام ليها حتتها ومنطقتها، ان الست اللي بتشتغل زي افلام شاديه كلها انها مديره وبتراعي بيتها. صح. شفنا الست بنموذج مشرف نحبها، نقول هي دي مامتنا. الراجل بيتعامل معاها بمنتهى الاحترام والرقي والكلام، طريقه الكلام والتعامل والاعزاز والكلام ده كله، مش بيضربها ويشدها من شعرها ويرميها بره البيت والشتايم، يقول لها شتايم. ربنا يستر. طبعا كل التحيه للستات مصر العظماء طبعاً. اللي هم مطلعين لنا كده اجيال يا رب ان شاء الله تعالى باذن الله يحمي مصر وارضا وشعبا. معالي السفيره كل الشكر والتحيه لحضرتك، شرفتينا. اهلا بيك. ميرسي ميرسي. كلام موزون وكلام فعلا. اقول لحضرتك حاجه، هي بتقول، انا اسف برضه للمقاطعه، مسؤوله وبتقول اللي ممكن اشوفه السنه دي هو اللي هشوفه السنه اللي جايه. لجدي. انت عارفه كده بيخلينا يعني ما نتفائلش. انا كنت هسالها لان هي جاوبت. انا منتهى التفاؤل. التفاؤل. شوف حضرتك، دوام الحال من المحال. اكيد. كل شيء لازم عليه التغيير، ده شيء طبيعي، ما هو انت مش هتفضل على طول ناجح ولا هتفضل على طول فاشل. سنه حياه. تمام؟ احنا صحيح. عندنا وعكه دراميه دلوقتي، وعكه اخلاقيه دلوقتي، لكن شويه وهتروح. عايز بقى اروح لك انت بقى. انت رجعت لنا. ايوه. عايز اروح بقى ان شاء الله تعالى باذن الله بدايه مرحله جديده وحلوه بالنسبه للحجاب. الحمد لله. ده كان قرارك؟ الحمد لله. انا كان نفسي اتحجب قبل بست سنين. قبل ما تاخد القرار من ست سنين. تمام. طب الخطوه دي حد قال لك لا؟ دفع حاسه انك هتدفع ضربتها؟ كلهم قالوا لي لا. حاسه انك هتدفع ضربتها في الوسط؟ يعني طبعا الحجاب بيحجم الادوار، ده اكيد. اكيدا اكيدا طبعا. اكيد. ما كنتيش خايفه من ده؟ لا بص هقول لك حاجه، اولا انا بقالي ست سنين بفكر. انا دلوقتي محجبه بقالي اربع سنين او يعني ونص كده شويه. ست سنين مش قادره اخد القرار، لكن عايزه اعمله لكن مش قادره اخده. وبعدين في يوم يعني اختصارا عشان ما اضيعش وقت حضرتك، جيت في فتره قبلها كده مش التزمت، بس ايه بقى اللي هو ايه، رجعت لنفسك شويه كده تعيد حساباتك بتاع. وكان في رمضان اللي قبلها على طول كان في شيخ ما بيتكلمش غير على الذنوب اللي بتاخدها بشعرك. فاهم ازاي؟ وانا الحمد لله كان رب يعني ربنا منعم عليا بشعر حلو يعني، فكان كل بص مش عايزه اقول لك زي ما يكون كانت الرساله موجهه ليا. وبعدين خدت وقت طويل جدا، وفجاه كده جيت بالليل كنت في الساحل الشمالي وراجعه، وبعدين وانا راجعه في الطريق
قلت ما انا يمكن ما ارجعش اصلا. طب انت عملتي ايه يعني؟ ربنا اداكي كل حاجه الحمد لله، عمري ما طلبت من ربنا حاجه وما ادهليش، الف حمد وشكر، ربنا يديم علينا يا رب نعمته. آية أو مشهد أو موضوع هزك بقى ولا حاجة؟ ألف حمد وشكر، أنا ارتديت الحجاب وأنا في قمة تألقي شغلا. صحيح. عمليا ونفسيا واجتماعيا وكله، ألف حمد وشكر. أنا الحمد لله كانوا أهلي زي الفل، بيتي زي الفل، شغلي كنت ماضية خمس مسلسلات. أوه. خلي بالك. أوه. كنت ماضية خمس مسلسلات. أوه. ما كانش عندي أي شيء. هو لازم عشان الواحد يقول يا رب أو يرجع لربنا أو يقول له أي، لازم يبقى عنده حالة وفاة ولا عنده حادثة ولا عنده كده. أخد بقى من كلامك حاجة بقى، ما أنا أنا كنت في قمة تألقي على فكرة على النجوم الجدد، إني أنا مثلا وخصوصا البنات ربنا كله يحميهم، طبعا يا فنانات بيقول لك إيه، أنا بدفع ضريبة علشان أبقى، لا ده أنا معانا نموذج حلو أهو اشتغل مع نجوم اتحجبت بمزاجها وبراحتها ومش فارق معاها الشغل، يعني كده كده جاي معاد. اذا حضرتك اللي بيسمعنا والنبي، عشان كل ما حد يشوفني يقول لي وانت شعري جراله ايه؟ على فكره انا شعري زي ما هو اهو، دايما نمسك الخشب بقى لسه بطوله ولسه بحلاوته. اصل انا ده هوريك على الماسنجر شعري جراله ايه. هو انت قصتيه او الكل متخيل ان انا لازم يكون حصل حدث علشان او ارجع اقدم برامج دينيه وابقى مثلا الشيخ منال؟ على فكره في الشيخ اسمه منال. لا حضرتك، هي القصة ايه؟ هو انت عشان تقول يا رب لازم يكون عندك موقف هزك؟ بالعكس، انا كنت بقول لحضرتك في قمة تألقي عمليا ونفسيا واجتماعيا، تمام؟ وربنا هداني ليه. لما طرحت الفكرة على زوجي وعلى الكل قالوا لي لا. هو كان الاول قبلها بشويه كان زوجي ربنا يديله الصحه عمال يقول لي ايه يعني شعرك ملفت، مش عارفه ايه، تعرف كنت بقول دي غيره رجاله. يقول لي مش عارفه الحرام ايه الحلال ايه اللي كده ايه. طبعا انا اعلم الحمد لله بتربيتي من والدي الحلال والحرام، بس كان هو ايه، هو بيلعب برضو على الوتر كده. هو يعني ارجعي بقى. والله العظيم انا اختصارا لوقت حضرتك، انا نمت اليوم ده يوم ما قررت ان انا هتحجب، والله العظيم الحمد لله ان ربنا يعني، نمت يا رب انا مش عارفه اخد قرار. كنت ماضيه خمس عقود، كنت شغاله على المسرح العائم كل يوم بشتغل الصبح تصوير وبالليل المسرح. نمت صحيت على ايه حلوه جدا، تزودوا فان خير زاد التقوى. وما بعد الكلام، ما بعد كلام الله عز وجل، ما فيش كلام تاني. كل التحيه والشكر والتقدير ليك، وربنا يحمي لك يا رب ان شاء الله تعالى فرح ونور باذن الله، ويجعل حظهم من اسمهم ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا خلص الكلام، استمتعنا وامتعتنا، ودايما كانت منورانا بسرعه على يا رب فكرة. دايما كده الوقت الحلو دايما مع الناس الحلوه بيمشي بسرعه. شكرا منال عبد اللطيف، وشكرا مدحت محي الدين رئيس تحرير برنامج. اشوفكم الاسبوع اللي جاي، تصبحوا على خير.